شهد حفل سندباد الطرب النجم راشد الماجد اللي اقيم قبل يومين بدار الاوبرا بالكويت اقبال جماهيري كبير جدا، وده كان شيء متوقع بعد ان نفذت التذاكر كلها من على الانترنت لدرجه ان خلقت سوق سودا. وصلت سعر التذكره في السوق السودا 1500 دينار يعني 5000 دولار. ليه؟ الحفل استمر 5 ساعات والحمد لله انه اتنقل على التلفزيون والاذاعه، وده اكبر رد على الناس اللي بتقول ان راشد الماجد كان بيرفض بث حفلاته على الهواء مباشره. الحفل ده عاد راشد الماجد للجمهور الكويتي بعد غياب 7 سنوات. الجمهور ده كان نجم الحفل بلا منازع من وجهه نظري، لانهم رددوا كل اغاني راشد وراه لدرجه ان قال لهم انتم نجوم الحفل. النجوم اليوم صح عليكم احتاج لك. ووصف حفلته دي بحفله العمر. لا مش كده وبس، وقال لهم انا حاسس اني هطير من على الارض من شده الحفاوه اللي استقبلتوني بيها. وانا بقول لراشد الماجد الجمهور الكويتي يستاهل حفله ثانيه يا ابو طلال، ناس كتير ما لقتش التذاكر يا راجل، وانت بنفسك اعترفت ان الجمهور الكويتي غير وان حفلتك دي حفله العمر، نديهم حفله ثانيه.